يلا سعاد، راح التحق بنا نسيم بعروس وهو يعني فنان تشكيلي. مرحبا بك، صباح الخير. الله يسلمك. مرحبا بك. بداية خلينا نتعرفوا على نسيم بعروس، خلي المشاهد كذلك يتقرب إلى نسيم بعروس. وش يعني كيفاش بدا في هذا المجال، مجال الفن التشكيلي كذلك؟ نسيم بعروس 23 سنة، بديت الفن التشكيلي من صغر وأنا نرسم. يعني نقدروا نقولوا أنه عسامي؟ لا لا، حاليا راني ندرس في مدرسة الفنون الجميلة بيتي بازا. لي بوزار تي بازا. الرسم بديتو ملي كنت صغير، كانت البداية تاعي ما كنتش نرسم كلش، كنت نرسم السيارات، نرسم الآخر. بعد بالعقل بالعقل اكتشفت اللي نقدر نزيد نغوصي. يعني نشأت وترعرعت في عائلة يعني تمارس هذا الفن، فن التشكيلي، ولا فقط أنت الوحيد يمكن كان عندك ميول واهتمام بهذا المجال؟ كاين في العائله تاعي، مي انا برك اللي كملت في الدومين. ما كاين كاع عندهم ميولات في الرسم. يعني نعرفوا انه الفن التشكيلي هو تعبير، يعني نقولوا عن مجموعه من المواضيع والاهتمامات والانفعالات الشخصيه. بالنسبه ليك انت نسيم، يعني كفنان تشكيلي، وش هي المواضيع الاساسيه اللي دائما تعمل عليها ودائما تجسدها في لوحاتك؟ مواضيع ما تقدرش تكون مواضيع محدده، بيسك سافوار، تسمى سا ديبون كل خطره واش يبان لك سوجي. على حسب كاين فنانين اللي يهتموا بالطبيعه مثلا، كاين بالبيئه، بالتراث. عندي دي فون نخدم على دي سوجي. نقولوا نسيم انه يميل لكل المواضيع. ما نقدرش نخدم كيما نقولوا في ستيل واحد. اوكي. ما نخدم ساعات تراث، ساعات كيما نقولوا كلاسيك. يعني لكن المواضيع اللي تستهلمك ويعني وتحب انك دائما تجسدها، نكون مرتاح فيها. مواضيع تاع الطبيعه تاع نكون نحس روحي فيها مليح مرتاح. يعني بالنسبه لك وش هي المواضيع اللي يعمل عليها الفنان التشكيلي؟ يعني اسكو تهم نخبه مثقفه ونخبه معينه من المجتمع، او مختلف المواضيع الشعبيه اللي قد تكون اهم عناصرها، مثلا المراه، البيئه؟ الفن ماهوش موجه لنخبه معينه، يعني الفن هو بروحه موجه لكامل الشرائح قاعيتك، شرائح المجتمع. يعني قادر يعالج عده مواضيع كما نقولوا. لكن تختلف، يعني نقولوا هو موجه كامل الفئات، لكن تختلف يعني شرح اللوحه من شخص ونظره اللوحه من شخص الى اخر، صح؟ صح. كل واحد كيفاش يكون التحليل تاعو كيشوف اللوحه تاعك. صح. كاين اللي يفهمها يكون عنده راي اخر، كاين كل واحد كيفاش الفنان علي رايتها. يعني وش الشخصية والفنان اللي تأثرت به في هذا المجال نسيم؟ شخصية كاين يعني فنان له أثر في مسيرتك؟ كاين فنان في بدايتك. قديم يعجبني بزاف، واسمه كلود موني. هو فنان من عصر النهضة، فنان فرنسي. وهو رائد في المدرسة الانطباعية. هو كان تقدر تقولي مؤسس تاع مدرسة انطباعية، هو كان أول لوحة ليه في هذه المدرسة. أول لوحة لك؟ أول لوحة لي تذكرها، يعني اسكو مازال ليومنا هذا محتفظ بها ولا؟ يعني كثير من الفنانين تكون عندهم يعني علاقة قوية مع شيء معين، وخاصة إذا كان يعني نقولوا لوحة تشكيلية. لوحة بكري ما كنتش نرسم، كيما جيست كانوا عندي لي ديسان في لي بابي. كيما رانا نشوفوا الصور يعني. هذو دي طابلو جدد. اوكي. كنت نرسم بزاف السيارات هذوك، تما اللي بقيت محتفظ بهم اليومين هذا، ما دوك كانوا بداية يعني. واسكو الرسم يجيك في كل الحالات، ولا عندك يعني حالات معينه طقوس تسبق يعني تقوم يعني تسبق نقولوا تشكيلك للوحه فنيه يعني تقوم بها؟ هي فقط انه تكون قاعد تروح ترسم، ماشي كل وقت. هي ساعات تكون قاعد ما تقدرش كما نقولوا تحب ديسيني بصح ما تديسينيش، مي دي فوا كش تجيك انسبيراسيون تحب ديسيني. يلا كما رانا نشوفوا مع بعض، يعني جبت لنا بعض الصور ليك نسيم، مثل هاتي اللوحه مثلا. ونخدم ثاني بوكو بليس في الجداريات، نخدم ليطاغ، ميرال، جرافيتي. يعني وش هي الالوان والادوات المعينه اللي تفضلها في الرسم ليك انت نسيم؟ ادوات كاين تقنيات اللي نحب نخدم بها، الوان زيتيه ولا الاكوارل، الالوان مائيه. هي هذو اللي يعجبوني في الخدمه. يعني ونعرفوا انك انت طالب. طالب حاليا، طالب جامعي. كيفاش راك توازن ما بين نقولوا نسيم الطالب الجامعي ونسيم الفنان التشكيلي؟
يعني نوزن نورمال كيما نقولوا وين نروح ناخذ لوحاتك معك ناخذ لوحاتي حتى في الدراسه يعني في دراسه في كي نكون برا نكون زيارات فكاش ندير دي فواياج ولا ندي ثاني ماتيريال تاعي نخدم في تما وين نروح معايا وشاركت يعني في معارض مقبل نسيم شاركت كانت عندي مشاركه اخر معرض تاعي كان صالون وطني داروا في مدينه قليعه اوكي داروا صالون وطني والحق كانوا عن كل اقبال الناس على كان في اقبال كبير كان صالون وطني وتعرفت على بزاف ديزارتيست القطر الوطني يعني قايت. كان عندك احتكاك مع مختلف كانت الشمين. عندي فرصه باش تعرفتوا تبادلتوا الاراء الافكار بدلنا الاراء شت خدمه تاع واحد اخرين تدي دي زيدي مش هي البصمه نتاعك يعني البصمه في لوحاتك انت كفنان يوم تشكيلي بصمه حاجه تميز اللوحات نتاعك حاجه تميز اللوحه تاعي واش نستعمل لي كولور بزاف صوت عندي بصمه خاصه كي نكونوا نخدموا ولا كي يشوفوا طابلو تاعي يعرفوا باللي تاعي يعني فيها الالوان كثير نحب الالوان بزاف يعني نحكو كذلك على الفن التشكيلي هنا في الجزائر الواقع نتاعو انت راك في بداياتك يمكن يعني كيفاش تشوفوا اسكو عندك تخوف من مستقبل هذا المجال هون في الجزائر ولا عادي يعني كهوايه تمارسها فقط لا ماشي كهوايه كما نقولوا الفن كما نقولوا راني ولكن احنا الملاحظ انه هناك عزوف عن الجمهور كاين عزوف نوعا ما انت وراك مع تعايش هذا الشيء احكي لنا نسيم هو عزوف ما كما نقولوا ما تقدر دير والو كما نقولوا جيست لازم تخدم وتزيد باش تعرف بروحك وتعرف بخدمتك والعزوف هذاك شوط ما يمنعكش باش تواصل المسيره تاعك في هذا المجال ان شاء الله تحسن الاوضاع من التشكيلي في الجزائر, في الجزائر. يعني وعندك معارض اخرى غير يعني اللي شاركت فيها مستقبلا مستقبلا عندي معرض راح نديروا معرض في تلمسان هو مهرجان طلابي تاع طلبه فنون تشكيليه كاع في الجزائر شاركت فيه شاركت يعني عندك تواصل مع فنانين تشكيليين خارج الجزائر ولا فقط محليين عندي بصح ماشي ماكاش بزاف ديش بدي كونتاكت بزاف مي كاين شكون هو الجمهور تاع نسيم بوعروس اليوم الجمهور عندي اصدقائي عندي شكون اللي دائما يدعمك ويشجعك الاول يعني دائما يعني الاول كانت الام تاعي هي ديما تشجعني وتقول لي نقولوا كمل وما تفشلش ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله نتمنوا لك دائما التوفيق نسيم ان شاء الله يعطيكم الصحه الله يسلمك شكرا لك اما الان يلا مشاهدينا نروحوا نتوقفوا مع فاصل غنائي بعد ما وصلين حلقتنا بقوا دائما في المتابعه